عسليمة، معكم إيمان هادلي أخصائية التغذية على قناة المنام الفلاحية في برنامجكم صحة دايمة. اليوم مش نشوفوا شنو نجمو ناكلو في وجبة الصحوة. وجبة السحور هي وجبة مهمة، أهميتها ما تقلش أهمية على وجبة شقان الفطر. علاش؟ على خاطر هي اللي تعطينا الطاقة لنهار غدوة، دونك لازمها تكون وجبة متكاملة متوازنة فيها العناصر الغذائية متاعنا الكل. دونك الوجبة متاعنا لازمها تكون متوفر فيها ثلاثة عناصر غذائية متاعنا: البروتينات، الدهنيات والنشويات. نجمو نعملو كيس حليب، قهوة معناتها متاعنا تكون فيها الحليب، نجمو ناخذو الخبز الكامل، نجم يكون شعير، نخالة، قمح اللي نحنا نحبو، نجم يكون معاه شوية برودوي ليتي، يعني نجمو ناخذو شوية جبن ابيض، نجمو ناخذو شويه غوتا اللي نحنا نحبو، نجمو نزيدو معاه اذا كان متوفر شويه نوا، شويه فخويسك، نجمو نزيدو زيده اذا كان حابين شويه معجون يكون معمول في الدار اما يكون بطريقه صحيه، يكون بلاش سكر ولا ناقص سكر، نشكون فما مغرف عسل زيده ميسالش ما يقلقش. دونك لهنا هذه تكون وجبه كامله ومتوازنه في السحور. زيده كيف نجمو ناخذو زيده بسيسه ولا دواء، دونك البسيسه تنشكون بسيسه القمح، بسيسه شعير، بسيسه شوفان، تنشكون زيده بسيسه تاع فواكه جافه، دونك نجمو نعملوها بالطريقه اللي نحنا نحبوا عليها، تكون سائله دونك مغيفه زيت زيتونه ومعها شويه ماء ونخلطوها ونشربوها جوست ماذا بينا ما نزيدوش السكر المضاف. دونك لهنا نزيدو معها شويه برودوي ليتي، دونك شويه غوتا، كيس حليب، كعبه يوغورت طبيعيه، ونزيدو معها كعبه غله، ولهنا يكون الفطور نتاعنا متوازن. كيف ما نجم يكون الدواء زايده، فما برشا مغرومين بالدواء في السحور في شهر رمضان، دونك نجمو نعملو دواء بالماء ولا بالحليب كيف ما نحنا نحبو. دونك فما برشا يختلفوا يقول لك لا نعملوه بالماء ماهوش بالحليب. لهنا جوست المشكله الوحيده اللي اذا كان نعملوه بالحليب ما ناخذوش الكالسيوم المتوفر في الحليب، دونك ما ناخذوش المنافع نتاعو، ما ناخذوش المنافع نتاع الحديد اللي متوفر في الدواء. دونك للي ما عندهمش مشكله نتاع كالسيوم ولا ما عندهمش نتاع ايبوكالسيمي معناتها نقص في الكالسيوم في البدن، ولا ما عندهمش مشكله نتاع انيمي ولا نقص نتاع حديد، دونك لهنا نجمو يعملوا بالطريقه اللي هو يحب عليها. جوست ماذا بينا ما يكونش بالسكر، دونك نجمو نحليو بالدقله، دونك لهنا الدقله تولي تحلي لنا في بلاصه اللي باش نستعملوا السكر، دونك وهيك الغله نتاعنا تكون متوفره. دونك لهنا يكون في الدواء شويه جرجلين، يكون نجمو نعملوا زاده شويه فخويسك، نجمو نعملوا شويه جرجلين، وهكاك يكون فطور صحي ومتكامل. كانت معكم ايمان هادلي من برنامجكم صحه دايمه على قناه المنام، تابعونا ان شاء الله في حلقات قادمه.